السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، متفرج على قناة بالمغربية ومكملين مع بعض برنامج فيكتور ووركس. طيب هاجي دلوقتي عايز ادخل ملف اوتوكاد، هقول له فايل وبعد كده هقول له امبورت واختار بقى، هل انت عايز دي اكس اف دي دبليو جي ولا عايز دي دبليو اف ولا عايز اي بي سي ريفيت، عايز تعمل 4 دي صور، عايز تدخل 3 دي ماكس، عايز تدخل الاس اي تي، عايز تدخل راينو، عايز تدخل ستيتش اب ويند كلاود. هقول له دلوقتي عايز ادخل دي دبليو جي واختار ملف، هو على فكرة بيقبل ال 2 دي وال 3 دي، اقول له اوكي يبدأ يدخل لي الملف، بيقول لي عايز تدخله نفس الوحدة ولا عايز تغير اليونت، يعني بدل بالمتر تبقى بالبوصة تبقى بأي واحدة تانية، ولا لو في ملفات مسحوبة اكسرف كلها تيجي معانا ولا لأ، يعني انا عايز الملف ده بس، ولو في ملفات تانية مسحوبة مش عايزها تيجي معايا تيجي بالشكل دوت. هتلاقي الليارات هنا تقدر تقول له انا عايز اقفل ليار معينه، مثلا ظهرت الظاهرة، ممكن اقول له انا عايز اشوف الحاجه دي في الايزومتريك بالشكل دوت. طيب انا عايز اتحكم مثلا في اليونت، عايز اللاير سكيل، اقول له مثلا خليها واحد مثلا ل 200 مثلا، فتتغير بالشكل دوت.